إن العملية التعليمية هي مسؤولية مشتركة وتحتاج إلى الدعم والتمويل لتكون قادرة على المضي قدماً بخطواتها وتحقيق أهدافها. ومن هنا لا بد من فتح المجال للمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة لتمارس دورها في تمويل التعليم من أجل المساهمة في جعل المدرسة بيئة جاذبة للطالب والمعلم. الأخ الرئيس، أما ما يتعلق بالمناهج الدراسية فنقولها وبكل شفافية ووضوح، إن الميدان التربوي يزخر بالكفاءات الوطنية من المعلمين والمعلمات والموجهين والموجهات القادرين على تأليف وإعداد المناهج وفق أطر علمية ومنهجية ووفق آخر التطورات والمستجدات التربوية، بالإضافة إلى الأكاديميين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتي لا نحتاج من خلال وجود كل هذه العناصر الوطنية إلى العنصر الأجنبي والذي لا يمكن القبول بتسليمه مناهجنا الوطنية وكتبنا الدراسية. الأخ الرئيس، تضمن جدول أعمال الجلسة قضية التشعيب الدراسي ابتداء من الصف العاشر في المرحلة الثانوية، وقد سبق لجمعية المعلمين وكونها الممثل الرسمي للميدان التربوي أن طالبت بتعديل النظام الثانوي الموحد لكثرة سلبياته وضعف مخرجاته، وعليه قامت وزارة التربية بتشكيل لجنة لإعادة النظر في نظام التعليم في المرحلة الثانوية، وشاركت جمعية المعلمين فيها، وتم دراسة نماذج من أنظمة التعليم في العالم، وعمل استبانات للمعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية، وتوصلت اللجنة لمجموعة من المقترحات منها تنويع مسارات التعليم في المرحلة الثانوية ليصبح لدينا الثانوية الصناعية والثانوية الرياضية والثانوية المهنية ويبقى المسار الأكاديمي، ولكن ما زالت تلك المقترحات حبيسة الأدراج، والتي نعقد الأمل اليوم في معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي وكافة القيادات التربوية للأخذ بها لترى النور قريباً. وشكراً للأخ الرئيس.